صباح الخير، صباح السعادة، صباح كله أمل وتفاؤل وحيوية على كل اللي بيتابعونا على قناة مصر البلد وبرنامج صباح بلدي. وزي ما عودناكم إننا بنكون معاكم كل يوم لمدة ساعتين من الساعة 10 للساعة 12 علشان نتكلم على موضوعات وفقرات مختلفة ومتنوعة. النهاردة هكون معاكم أنا نهى الطاهر وزميلتي آية زايد. صباح الخير يا آية. صباح الخير يا نهى، وصباح الخير على حضراتكم. حلقة جديدة من صباح بلدي، نتمنى فقراتها تنال إعجابكم. في الفقرة الأولى هنتكلم عن الشخصية الضعيفة وإزاي ممكن تتعرف على نفسك، وهتكون ضيفتنا في الاستوديو لايف كوتش دعاء سمير. بعدها هنروح للفقرة الصحية وهنتكلم فيها عن أهم العادات الصحية اللي المفروض كلنا نمارسها، وكمان أخطر العادات اللي كلنا بنمارسها ومش عارفين مدى تأثيرها علينا. بعدها هنروح بخمسية للزيارة للذهب ورمالها الذهبية. وأخيرا هنتكلم عن بعض الأبليكيشنز لو استعملناها بشكل صحيح هتأثر على حياتنا إزاي. خلينا نبدأ بالفقرة الإخبارية ونروح بالخبر الأول مع نهى. أول خبر معانا يا آية بيقول انطلاق فعاليات المؤتمر الثانوي لمركز الأورام بجامعة المنصورة. بدأت فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لمركز الأورام بجامعة المنصورة. المؤتمر السنة دي هيكون بالتعاون مع رابطة الأطباء العرب. المؤتمر ده هدفه زي ما احنا عارفين ان هو بيبقى مكافحة مرض السرطان، ودايما بيبقى تحت شعار نحو حياة أفضل بدون مرض السرطان في مصر. متحف قصر محمد علي بالمنيل ينظم احتفالية تحت عنوان خلي السلاح صاحي. مش بس كده، كمان بيجهز معرض مؤقت للاحتفال بالذكرى نصر اكتوبر. واكد مدير عام المتحف الدكتور ولاء بدوي ان ده من ضمن حرص وزارة الثقافة على مشاركة المصريين احتفالاتهم بالنصر المجيد. ونتنقل يا آية من الأخبار المحلية للأخبار الفنية. وأول خبر معانا عن الفنانة ندى بسيوني اللي أعربت عن سعادتها بأداء النادي الأهلي. نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة ليها على حسابها على تويتر، وقالت إنها بتساند النادي الأهلي ومبسوطة جدا من أداء الفريق الفترة دي. وقالت كمان إن الأهلي مع المدرب الجديد في أفضل حالاته من سنين، وهي دي شخصية النادي الأهلي اللي احنا كنا مفتقدينها. تمام، ونروح للنجم خالد سليم. النجم خالد سليم شارك جمهوره بصورة ليه وهو في أجازته، قال حلو قوي ان الواحد ياخد راحة قصيرة من الالتزامات ومجهود الشغل. وكمان اعلن عن مسلسله الجديد اللي هيبدأ تصويره وهو بلا دليل، بس لسه ما اعلنش امتى هيبدأ تصوير. والخبر الأخير اللي معانا هو عن حكيم أو الفنان حكيم وألبومه الجديد اللي طرحه. النجم حكيم انتهى من تصوير وتسجيل أول أغنية من ألبومه الجديد تحت عنوان سيبونا في حالنا. والفنان حكيم قال بشكل طريف مضمون الأغنية بيعبر عن كل الناس اللي بيحسدونا وبصن لنا في حياتنا. طبعا جدير بالذكر ان الاغنيه هي من كلمات عصام حجاج ومن الحان تامر حجاج. وبحكيم يكون خلصنا فقرتنا الاخباريه. هنطلع فاصل سريع ونرجع معاكم في الفقره الاجتماعيه، ونستقبل ضيفتنا النهارده في الاستوديو لايف كوتش دعاء سمير. استنونا. ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم في صباح بلدي. وكلامنا دلوقتي عن الشخصيه الضعيفه. الناس في طبيعتها ما بتحبش الانسان اللي صاحب الشخصيه الضعيفه، دايما بيلاقوا مشاكل معاه، شخص مش قادر يواجه مشاكله ولا يواجه ظروفه ولا يواجه الناس، كمان ما بيعرفش يتخذ قرار، ودايما في ناس في حياته هي اللي بتقوم بالدور ده. دايما هتلاقيه منعزل متشائم وكسول وخايف يتعامل مع الناس. ايه اللي وصلهم لكده؟ وازاي ممكن نساعدهم ان هم يتغلبوا على المشكله دي ويكتسبوا ثقه في نفسهم؟ ضيفتنا النهارده في الاستوديو لايف كوتش دعاء سمير هنتكلم معاها اكتر عن صفات الشخصيه الضعيفه وازاي نساعدهم يحلوا مشكلتهم. صح، صباح الخير عليكي. صباح الكل يا دعاء. كمان دعاء هي مش بس لايف كوتش، هي كمان مدربه معتمده لتقنيه مسارات الوعي. منورانا يا دعاء. خلينا نقول كده في الاول، ايه الصفات او يعني ايه شخصيه ضعيفه، او ايه الصفات اللي ممكن تخليني اقول ده شخص ضعيف؟ اوكي، طيب خلينا نتفق بس يعني في تقنيه مسارات الوعي احنا بندرب الناس انها ازاي ترجع لحياتها، تعرف هي مين. الفكره في شخصيه ضعيفه، انا مديه سمه للانسان ان هو ضعيف، تمام. انا برجع الشخص لحقيقته، انت مين اساسا؟ انت في الاصل كنت مين؟ هل انت فعلا انسان بصفات معينه هي اللي بتتحكم فيك، ولا انت كائن غير محدود تقدر تعمل اي حاجه في الكون او تطلب اي شيء او تكون اي صفه انت عليها؟ لما الناس بدات تنسى حقيقتها وهي مين، بدات
تدخل في دايره اللي اتسمت ضعف، فبقى اكتسب صفه مش بتاعته. اولا مشاعر الضعف دي مشاعر مش حقيقيه، لا تنتمي للانسان اصلا باي شكل من الاشكال، بس هو اشتراها، اشترى الفكره واشترى الطاقه دي وتخيل ان هو الضعف ده. فبنعلم الناس ازاي تفصل نفسها عن مشاعرها اللي هي مش حقيقيه او الطاقات اللي هي مش حقيقيه، منها فكره ان هو يبقى شخص ضعيف زي ما الناس بتقول عليه. ايه بقى الاسباب اللي تخلي الشخص ممكن يبقى شخص ضعيف في الشخصيه؟ ايه الحاجات اللي ممكن يمر بيها في حياته؟ هل التربيه ليها دور؟ المشاكل اللي ممكن يتعرض لها؟ وضحي لنا ان يوصل الانسان للطريقه او للشكل ده يعني. اوكي حلو، احنا قلنا دلوقتي ان الشخص عشان يتقال عليه كده يبقى هو خرج عن حقيقته. تمام. السؤال بقى ايه اللي خرجك عن حقيقتك اصلا؟ بالظبط. اللي خرج الشخص عن حقيقته ان هو اشترى فكره حد تاني عنه، يعني اتقال له الحاجه دي لو عملتها ده صح، الحاجه دي لو عملتها ده غلط، لو انت عملت كده هتبقى قوي، لو نجحت في الدراسه وجبت سكور كذا يبقى انت شاطر جدا، لو ما عملتش كده يبقى انت ضعيف جدا. بس احنا متربيين على كده. يس، ما هي التربيه قالت كده. بس هل ده حقيقي؟ هل ده حقيقي بقى ولا لا؟ مش حقيقي. طب انا اعرف ازاي الحاجه حقيقيه مش حقيقيه ولا مش حقيقيه؟ شوف الحاجه دي بتخليك في حاله قوه ولا في حاله ضعف. طب انت بيها قوي، طب من غيرها قوي ولا لا؟ لو لقيت نفسك بيها او من غيرها قوي وانعدامها بيخليك ضعيف، فدي مش حقيقيه، دي مش طبيعتك، دي مش حقيقتك، دي مش انت. الاصل فيك ان انت قوي في كل حالاتك، لما تبقى كونكتد مع نفسك وعارف انت مين وعايش حقيقتك كذات او كنفس كروح، مش هيبقى اصلا فكره الضعف وارده في القاموس بتاعك. طب جت منين؟ جت زي ما قلنا، تربيه، مجتمع، افكار، اهالينا، هم خدوا الافكار دي من اهاليهم فهي متوارثه، فالناس صدقت 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 لغايه ما بقى ده الفيرجن. فاي حد بيجي يقول عكس الفيرجن ده بيتخضوا، لا ده مش حقيقي. لا، انت اللي بعدت عن الحقيقه، ايفن اف لو 90% من اللي حواليك بعيد عن الحقيقه. لكن الشخص هتلاقيه كونكتد بنفسه وعارف نفسه هو قوي جدا، ورغم ذلك الناس بتحاول تخرجه بره الدايره دي. ليه؟ عشان هو بيهدد امانهم، عشان هو بيفوقهم، بيصحيهم، بيعرفهم هم مين وبعدوا عن حقيقتهم ازاي. ففي الاصل هو مش كده، بس هو اشترى افكار من المجتمع وصدقها. يعني انت معنى كده انك بتقولي من ضمن الغلطات او الحاجات الغلط اللي ممكن تحصل في التربيه ان انا غلط ان انا اوجه الشخص او ان انا احطه في قالب معين، ده كده الصح، ده كده الغلط، ده كده النجاح بالنسبه لك، ده كده الضعف بالنسبه لك، فانا ببتدي اصدق ده واحس ان انا ضعيف او عايش نفسي جوه القالب ده. لكن جوه كل واحد مننا هو شخص قوي، شخص عنده امكانيات غير محدوده اقدر اطوعها واستفيد منها. ده حقيقي. هاخد من كلامك حته، اقول فكره ان انت لو عملت ده هتبقى صح، لو عملت ده هتبقى غلط، هي دي اللي بتبدأ تخلق الضعف والقوة في الناس أو في الحياة. حاجة اسمها بولاريتي أو قطبية، الأبيض والأسود، اليمين والشمال، الصح والغلط، كل ده احنا بننسفه في مسارات الوعي. مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها حاجة بتخدمني فبتطور، أو بتخليني على حقيقتي فبستخدمها في حياتي فبتطور وأبقى أحسن، أو حاجة ما بتخدمنيش فبتخلى عنها. ببساطة شديدة، اللي بيخدمني وبيخليني بتطور وبنجح ويبقى معايا فلوس أكتر، ببقى مبسوط أكتر، علاقاتي أحسن، ده حقيقي. ما دون ذلك هو مش حقيقي، فأنا بنسفه او بخليه على جنب او بعيده خالص. ده اطبقه على علاقاتي، صداقاتي، في كل حاجه بعملها في حياتي، كل شيء. شوفي ده بيخدمك، بيطورك، بيخليكي لايت، اخف، مبسوطه اكتر، شيرفول، مبتهجه، بتخرجي تتفسحي، حاسه بسعاده حياه في حياتك ولا لا؟ مفيش سعاده، اتس فيك، هي كذبه اشتريناها وصدقناها. ازاي اتعرف؟ طيب افرضي انا مش قادره اميز، ودي مشكله ناس كتير. انا ممكن عشان اخد قرار في حاجه حتى لو في لبس هلبسه، ممكن الجا لصديق او لصديقه، اعمل ايه؟ انا اتخانقت مع خطيبي، اتصرف ازاي؟ انا عندي مشكله في شغلي، احلها ازاي؟ تلاقي دايما بيلجأوا للناس وهو مش عارف يقرر يعمل ايه. حلو، عشان دي من ضمن الحاجات الكذبات اللي احنا اشتريناها من الحياه اصلا، ان انت معكش الكنترول وبتدور على حد بره هو تسأله. دايما حاسس ان هو عنده خبره اكتر مني. yes. هو هيقدر يفيدني. yes. القاعده الاساسيه اللي كلنا عارفينها، لا خاب من استشار، فدايما بتجمع رايه واثنين وثلاثه علشان توصل لقرار. رايه هو هيفيده هو، بس هو لازم يفيدك انت في حياتك. يعني مش شرط ان احنا الاثنين نبقى شبه بعض. خلص. انا ممكن يكون معادلتي الخاصه. يعني لما يجي حد حتى في السيشن المفروض ما تدوش نصيحه، ما وجهوش اقول له اعمل او ما تعملش، المفروض اعمل معاه هو اللي يتصرف. انا بقول له تقريبا اللي هو النقطه البدايه او المفتاح وبسيبه هو يتعامل. بقول له اسال. يعني ايه اسال؟ يعني انت ككائن غير محدود، انت عندك كل الوعي وكل الاجابات جواك، اللي ينقصك بس انك تسال سؤال صح، هل الشيء ده بيخدمني ولا لا؟ طيب ايه اللي هيحصل بعد ما اسال؟ اساله لنفسي. لنفسي. طيب هيحصل ايه بعديها؟ هيجي لك وعي بالاجابه. يعني ايه وعي بالاجابه؟ يعني دلوقتي عايز مثلا، عندي اتعرض عليا وظيفه جديده، تمام، مش عارف هي مفيده ليه ولا مش مفيده، مفيش صح وغلط، تمام. فانا بسال هل الوظيفه دي افضل احتمال لان انا اعيشه وهتخدمني في حياتي؟ تسيبها. حاجه من الاثنين، هتحسي يور بودي خفيف، جسم خفيف، لايت، مرتاحه، مبسوط، مبتهج، ماشي ورا الموضوع، جو اهيد. حسيت تقيل ولا او ستراجلز كده، خلاص اوكي فاين، ده مش بتاعك دلوقتي، ممكن يبقى ليتر اون،
بس immediately في اللحظة دي هو مش مفيد بالنسبة لك. يعني أنا إحساسي اللي هيرد عليا مش فكرة معينة هترد عليا. إحساس غير emotions كمان. يعني إحساس your body، إحساس جسمك، غير إن أنتي حاسة إنك مبسوطة أو خايفة. لا، مش عايزة مشاعر، المشاعر مضللة شوية. الحاجة الحقيقية what you feel inside yourself، أنت حاسس إيه جواك. يس، جسمك بيقولك إيه، جسمك مبسوط منشرح منطلق go ahead كده انت لايت. يس، عشان الشخص يخلي حياته احسن كتير المفروض يزود الحاجات اللي بتخلي يو فيل لايت، يعني اللي بتحسسك ان انت خفيف ومبسوط، كترها في حياتك هتعيش الماجيك على الارض بجد، هتعيش فعلا سحر على الارض. خليني اسال كده يا دعاء، هل في اساليب معينه مثلا ممكن بتتبع في الصغر هي اللي بينتج عنها الشخصيه الضعيفه؟ بمعنى ان انا مثلا لو عنيف قوي مع اولادي ودايما اللي هو بخوفهم من ان هم يقولوا رايهم، فده بينتج عنه شخصيه ضعيفه. فكره ان انا مثلا ممكن احمي الطفل مثلا بشكل زياده فاعزله عن اللي حواليه واعزله عن انه يتصرف، ودايما ابقى انا اللي يعني كنترول عليه قوي، هل ده ممكن يعمل شخصيه ضعيفه؟ اي حاجه تخلي الشخص تقولي له واحد او اتنين، تحطي له برمجه بتخرجيه بره حياته عشان تعيش حياته يبقى قوي، السبيل فطرته. وانس ان انا بامبوز عليه بقول له ده صح ده غلط ده يمين ده شمال، دي اختياراتي انا، ممكن تعجب ممكن تكون صح معايا او ممكن تكون خدمتني في مرحله في حياتي، بس مش لازم تخدمه. ايوه، بس انا واجب عليا ان انا اوجه واربي واعلم زي ما اتعلم. مين قال ان واجب؟ وبعدين في حاجات لا، اهلي المفروض ان انا اللي انا فاهماه او اللي كلنا اتربينا عليه ان دي رسالتي. طب هسالك اقول لك ايه الصح وايه الغلط. هسالك سؤال، اسالي الفكره دي خفيفه على قلبي دلوقتي ولا تقيله؟ واجب عليا ان انا اقول لك تعملي ايه وما تعمليش ايه ناحيه بنتي مثلا او ابني؟ لازم. لا، اقول له خد بالك ما ينفعش. انا دلوقتي جيت لايه هقول لك مثلا اعملي ده وما تعمليش ده، احضري البرنامج ده ولا ما تحضريش البرنامج ده، تحسي بايه؟ جسمك حاسه بايه؟ ماشي، في حاله رفض. حلو قوي. هو ده عشان في حد بيحاول يكنترول من بره ليه، يجي على اي حاجه بقى. نفس حاسه الولاد بيحسوا الطفل. يس، هو بني ادم زي زيك. طب اتعامل معاه ازاي؟ سيبيه خليه هو يقص. يعني ذاكر يا حبيبي؟ مفيش ذاكر يا حبيبي، خليه يقص يقصك هيز بودي او هير بودي. يعني اسال دلوقتي انت ده يعني هتقدر تعمل ده دلوقتي ولا لا؟ هو ممكن يكون محتاج يروح ياكل ويرجع، محتاج يخرج شويه يشم شويه هواء، هو محتاج ده دلوقتي اللي هيغذيه اكتر. اوجه من بعيد بس ما اديش اوردر. يس، اوجهي. هو هيبقى معاه الكنترول، هيكبر مش هيخرج في دايره انا بقيت ضعيف مش عارف اتحكم في حياتي. لا، هو فاهم ان هو صغير ان حياته بتاعته، مش حد من بره هو اللي بيقوده. يبقى احنا بندي يعني احنا بندي التوجيه من بره او بديله اللي هو يعني ايه اللي المفروض يعمله، بس مش بشكل توجيه بشكل مباشر. بفهمه او ايه الصح، بس بسيبه يشوف ايه احتياجاته. لان يعني زي ما قالت احنا ممكن بنقول مثلا للطفل كده ذاكر دلوقتي، بس هو مش محتاج ان هو يذاكر دلوقتي، ممكن يبقى محتاج انه يخرج شويه عشان يديله طاقه، ممكن يبقى محتاج ياكل علشان ده يديله طاقه يقوم بعمليه المذاكره. صح كده. انا عندي بقى سؤال. انا علشان خاطر اقنع اللي قدامي ان دي افكاري ودي شخصيتي ودي طبيعتي، ولو سمحت ما تتدخلش كأم مثلا او كزوج او كحد المفروض ان هو ولي امر ليكي، ازاي ممكن اقنعهم ان ده صح؟ دلوقتي هنعكس الايه وهندخل مكان الشخص. خلاص، انا عايز ادافع عن نفسي واقفل على شخصيتي تماما وابقى صاحب قراري. انت نيدي انك تدافع عن نفسك او تدافع عن نفسك اطلاقا، بالعكس انت بتوبن، بتفتح نفسك للحياه. اللقطه في ايه؟ انك تبقى فاهم ان لما حد يقول لك حاجه انت كده صح انت كده غلط، ده حاجه اسمها حكم، ده راي الشخص عنك ما يهمنيش وده مش انت. طيب تمام. البوينت ان حكمه عليك ليه طاقه، انت لازم تبقى فاهم ان انت مش احكام الناس اللي عليك، وانت وقع احكامك على نفسك. انا لو ما سمعتش كلامهم هبقى شخص عقلي ولا داي مثلا، انا لو ما عملتش كذا هبقى انسان فاشل، انا ما عملتش كذا جوزي هيزعل مني. كان بنحس غصب عنك كل حكمك على نفسك، لو انت بقيت نفسك هتبقى حياتك. طب بس في ناس بتاخدها يا دعاء بمعنى العند، انا مش هعمل ده عشان في حد هو اللي اداني الامر ان انا اعمل ده. اوكي، هو يعني هو بيرفض الحاجه اللي جايه له. فاين، انا دلوقتي لما برفض انا بعطل حياتي انا، يعني زي ما حد قال لي اعمل حاجه. تمام، طيب انا لا هقاوم ولا هرفض ولا هعمل، انا ابقى محايد تماما، هسمع الحاجه وهاسك ماي بودي، هسال نفسي هل الحاجه دي مفيده ولا لا. مفيده ممكن اقوم اعملها. طب مش مفيده، مش حاسسها تقيله عليا، هعتذر بشياكه جدا، انا مش قادر اعمل الحاجه دي دلوقتي، لا تناسبني. من حقي اني اقول الحاجه دي مش بتاعتي، ما تناسبنيش دلوقتي، ومن حقي ان اللي قدامي ما يزعلش مني. طب اكتشوال هو زعل، ايوه دي بتاعته مش بتاعتي. طب اعمل انا ايه؟ ما تشتريش المشاعر بتاعته. يعني ايه ما تشتريش المشاعر بتاعته؟ يعني طيب يعني ايه ما تشتريش المشاعر بتاعته؟ يعني دلوقتي قاعده في البيت وحد طلب مني ان انا اعمل حاجه، ايا كان بقى زوج زوجه اب ام ايا كان مثلا، وانا الحاجه دي مش افيلبل، مش متاحه ان انا اقوم اعملها دلوقتي، مش حاسه مش مرتاحه فيها، مش حاسه انا محتاجه ابقى قاعد مرتاح، مش محتاجه ابذل مجهود دلوقتي. تمام، طيب انا قلت بشكل لطيف انا مش قادر اعمل الحاجه دي دلوقتي،
اللي قدامي زعل، انت هتحس ان انت متضايق ان هو زعل، انا زعلت حد، حلو، وهتتعصب ويومك كله هيقفل. ما هو انت هتتعصب، انت كده بتدي رد فعل قدامك، مش مطلوب منك تدي رد فعل خالص. انا هتعصب بيني وبين نفسي. حلو، ليه اتعصبت منك وبين نفسك؟ عشان خدت مشاعره. عصبية مش بتاعتك، انا فارق معايا زعله. حلو، هل هو المفروض يزعل؟ يعني ما قلت لك حكم ولي الامر، يعني مثلا جوزك يقول لك ما تلبسيش ده، اوكي تمام، هو شايفه ان هو مش حلو وانت شايفاه ان هو مناسب جدا للمكان اللي انت رايحه، انت هتعملي ايه وان انت مشاعره ومشاعرك، يعني بصرف النظر انت هتتصرفي ازاي في الموقف. هو متضايق لسبب ما، حلو، انت لو انت هو بقى متضايق وانت متضايقه معاه، انتوا الاثنين خلاص تمام، هو اليوم باظ زي ما بتقولي. البوينت ان احنا نفصل نفسنا عن اللي حوالينا. هو متضايق دلوقتي، انا ممكن انا اهدى فهو يهدى، لكن لو هو متنرفز وانا اتنرفزت معاه خلاص احنا اتنين ضعنا. لازم حد يكنترول نفسه، ما احسش، ما اخدش مشاعر، بس خلاص دي مشاعر غضب، انا عملت اللي مقتنعه بيه وخلاص، رجعي مشاعر الغضب دي بهدوء، دي مش مشاعر خلاص. يبقى انت ما بقيتيش انت كمان في نفس الموجه، كسرنا الموجه دي، فبتهدى بتقل وخلاص بتسكن يعني. تمام، يعني بمعنى ان انا ما اضغطش على نفسي واستجيب، لو انا مش مرتاحه من جوايا يبقى ما فيش داعي ان انا اضغط على نفسي واستجيب للي قدامي. وحتى لو حسيت ان الشخص اللي قدامي ده قريب مني قوي وانا زعلت، او هو يعني هو زعل فانا زعلت لزعله، لا، المفروض ان انا بتجرد من مشاعر الزعل دي، لان هي بتاعته مش الحقيقه اللي جوايا. انا خلاص عملت الحاجه اللي انا مقتنعه بيها، ومجرد ما انا ههدى هو كمان الشخص اللي قدامي هيهدى، او الموضوع هينزل، بدل ما نبقى احنا الاثنين متنرفزين. طيب الشخص اللي بيبقى دايما عنده الهزه دي بيكون مش اجتماعي شويه، دايما بتلاقيه معزول، فبيلاقي صعوبه في ان هو ممكن يندمج في شغل او في حاجه جديده هيتعلمها، لانه دايما حاسس نفسه اقل. حلو، ازاي انا احس بقيمتي الحقيقيه؟ لما تبدا ترفض احكام الناس عليك، ابدا مركز عليها، تبدا ما تقبلش الاحكام. يعني انا دلوقتي كائن غير محدود، انا ممكن اعمل اي شيء واوصل لاي شيء في الدنيا. طيب جه حد شافني، لا انت ما تقدرش، انا ما حدش شافني وما حدش قال لي حاجه، انا اللي بقارن نفسي باللي حواليا. حلو، ما هو انا بقارن عشان انا عندي الطاقه دي. طالما انا بدات اعمل حاجه بتخليني اقل من طبيعتي، هي مش جوايا، انا اشتريتها في لحظه ما في حياتي، سواء كنت مدرك ده او مش مدرك، ممكن وانا صغير بدا ده يحصل حواليا، فبدات اخد احكام ان انا ما بقتش زي فلان، انا اقل، انا اضعف، انا ما اقدرش، فكل ده متخزن جوايا. طيب ماذا لو ان انت اساسا مش كل الضعف اللي جواك؟ ماذا لو انت تقدر تعمل اي حاجه في الدنيا؟ ماذا لو انت تقدر تطلب اي شيء في الدنيا وتحصل عليه بهدوء وبسهوله ويسر؟ تحس بايه؟ احس اني احسن. ده حقيقي، اي حاجه تمنع كده ممكن ننسفها وننسحها تماما وما تبقاش موجوده، حتى لو الحاجه دي بتفيدني على المستوى العام. يعني لو شغلي انا دكتور، حلو، بس انا علشان طول الوقت وطول سنيني بذاكر فبقيت طبيب، حلو، بس انا مش حابب ابقى طبيب. انا طبيبه غيرت مهنتي بعد 10 سنين من شغلي فيها. انت عملتي كده، بس مش كل الناس تقدر تعمل ده، عشان خدتها تدريجي، بقيت نفسي جراديوال تدريجيا. طب قابلتي بقى، يعني اكيد اتهاجمتي، انت ازاي بتسيبي ده؟ اراء كل اللي حواليا بس مش رايي. انت هتسيبي كل ده؟ طب سنين، تمام فاين، بس انا ممكن اسيب 10 سنين، بس عندي لسه 50 سنه عايشه، مش عايشهم بطريقه حد، عايشهم بطريقتي انا. هل ما قابلتش نقد؟ ما قابلتش اراء مختلفه عن رايي؟ اكيد قابلته كتير. هل ما اثرش عليا؟ اثر عليا فاين، وخدت تمرحلت فيها، ما خدتهاش فوقيت وزي مره واحده، لا، خطوه 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 لغايه ما نقلت النقله اللي انا مرتاحه فيها. الفكره كلها، هل انت عايز تعيش حياتك كلها انت ولا واحد تاني؟ طب هقول لك حاجه يا دعاء، في فتره الهجوم دي انا ممكن ابقى متضايق قوي، يعني في ضغط عليا من كل ناحيه، مثلا اهلي بيهاجموني من ناحيه، مثلا جوزي بيهاجمني من ناحيه، طب انا في الحاله دي ازاي اخرج من ده؟ لما تبقي عارفه ان رايك انت بس عن نفسك هو اللي حقيقي، مش راي اي حدا تاني. ساعات القريبين مننا بناخد رايهم مصدق ان ده رايه فيا فهو حقيقه مختومه. لا، مفيش حاجه اسمها كده. حاجه اسمها في من ضمن التولز اللي بنستخدمها في تقنيات الوعي، حاجه اسمها it's an interesting point of view، يعني كل راي بيتقال عننا هي مجرد وجهه نظر شخص، لكن مش بتعبر عن حقيقه، مش الحقيقه خالص. بدليل ان انت هتقعدي مع خمس اشخاص كل واحد منهم هيديكي راي، هل هتشتري الخمسه؟ في الاخر مش عارفه انت مين، ببساطة شديدة. فكل ما يجي لك حكم او راي حد قريب منك، it's an interesting point of view، هي راي، وجهه نظر مثيره للاهتمام، بس هي مش الحقيقه، دي وجهه نظره هو. انا مين وعايز ايه؟ اسال نفسك بقى من جوه، هيطلع لك اجابات مختلفه تماما. الفكره انك تقنعيهم، الفكره ان انت تقنعي اللي حواليك. هل انت مضطره؟ يعني احنا ممكن نكون رحنا لنقطه ثانيه، بس هي مهمه، اقنعهم ازاي؟ هل انت مضطره تقنعيهم؟
ماذا لو ان مفيش مضطرة اقنعها مش هقدر اتعامل معاهم. لازم، لان انا ممكن خلاص انا كده ازاي يعني. انا النهارده لما اقول انا خلاص دي طبيعتي وهتصرف بالشكل ده وهيريحني، جوزي مش عاجبه، امي مش عاجبه، اخواتي مش عاجبه، كله مش عاجبه. ماذا لو فجأة هتلاقي الناس كلها بتهاجمك؟ ماذا لو ان اراهم كلها هي وجهة نظرك انت مش وجهة نظرهم هي؟ انا عايزاكي تقنعيني ان انا اقتنع ان انا اواجههم. انت مش قصدي تواجههم، انا بكلم ماذا لو ان انت اللي انت شايفاه منهم دي وجهة نظرك انت مش وجهة نظرهم هم؟ لا هي يعني كده وجهه نظر صحيحه مباشره، انا اللي نفسي هي اللي بتصور لي ان هم نفسك اللي بتكنترولك، مفيش حد بيكنترولك من بره. انت اللي اشتريتي جادجمنتس، احكام اتحطت عليكي، هم ممكن يكونوا بارئين منها على فكره. يعني انت متخيله ان هم في السب كونشس هم بيقولوا عنك كذا ومش عايزين عشان كذا كذا كذا. ده مش حقيقي، اتس يور بوينت اوف فيو. فانت لو كسرتي البوينت اوف فيو بتاعتك انت، وجهه نظرك انت، انت اللي هتتحرري وهتبقي حياتك، فهم هيبقوا مبسوطين. تمام، هم مش عايزين غير ان مبسوطه عايش حياتك مبسوطه، هو عايش حياته مبسوط، او كل اللي حوالينا عايزين نبقى مبسوطين. فاين. طب لو انت بقيتي حياتك you will inspire each people، يعني انت هتبقي بتشايني على حياتك فعلا، فانت بتانسباير الناس اللي حواليك، فانت سعيده هم سعداء. طب انا ليه متلجمه؟ عشان انا اللي اشتريت جادجمنتس من جوايا، بس جات لي على انها من بره. انا مركزه اكتر على ده، اكتر مركز على نفسي. فكل حكم انت اللي بتقوليه وانت تقدري تكسريه، كل حاجز، كل حكم بيعمل حاجز، هو خارج مني مش جاي لي من بره، ولو انا كسرته هيكسر. طيب خلينا نتنقل لنقطه تانية يا دعاء. دايما الشخص ضعيف الشخصيه ممكن تلاقي الاصدقاء او الناس اللي حواليه تبتدي تستغله، انه يبقى تابع ليهم، ينفذ لهم حاجه هم عايزينها، ان هم مثلا يعملوا الطريقه بتاعتهم، يبقى مسار للسخريه. طب انا في الحاله دي اتعامل ازاي مع ده؟ انا كشخص اللي جوه الفكره ولا حد من بره؟ لا الشخص اللي جوه الفكره. طيب هي البوينت لما الشخص زي ما قلنا انا قعدت مع خمسه كل واحد منهم اداني راي، فانا اشتريت الخمس اراء وروحت في الاخر مبقتش عارفه انا مين. طب خمسه غيرهم، فخمسه غيرهم، فخمسه غيرهم، هو بقى الشخص اللي هو ايه منساق مع اي حد بيقعد معاه. بيجي فتره هي الروح عارفه حقيقتها وعارفه ان هي اقوى من كده واحسن من كده بكتير، تتمرد، فبتيجي بتقن خلاص بتتعب من جوه، فبتبقى عايزه تنفجر بقى خلاص بومينج، انا مش كل ده. تيجي في لحظه خلاص بتسكروب، بتبعد كل حاجه حواليها، لا انا عايزه اعيش حقيقتي. فالشخص مش مشكلته في الناس، مشكلته ان هو سامح ان هو يشتري، كل ما يروح في مكان ياخد الاراء ويروح بيها، ياخد خمسه سته ويروح بيهم، فبقى عنده كتير جواه. ازاي يتخلص بقى من ازاي يتخلص من كميه الاراء دي؟ يعني يبدا يختار، يسال نفسه هل الحاجه دي مفيده بالنسبه لي ولا لا، مريحه ولا لا، يعمل الحاجات الخفيفه على قلبه، فهيبدا يرجع حقيقته شويه شويه. يعني لو ده عملته انا هبقى مبسوط، فاين، فده حقيقي بالنسبه لك اعمله، تلاقي نفسك بقيت مور فريش مور لايت. طيب حاجه ثانيه، فثالثه فرابعه فخمسه، ففجاه هيلاقي ان حياته اتغيرت من هنا لهنا جراديوال بالراحه، مش بيعمل حاجه لانه بقى نفسه، هو مش محتاج حاجه ومش دور حاجه بره، هو بيعمل الحاجه اللي مخليه اساسا حاسس ان هو مبسوط وسعيد وخفيف، خلاص هو مش بيسعى، مش بيبقى بيجري ورا شيء بره، هي كل حاجه موجوده جواه، هو وصل لها بالتدريج. يعني الاساس في الموضوع كله ان انا اسال نفسي هل الحاجه دي مفيده بالنسبه لي، هل الحاجه دي مريحه بالنسبه لي، ساعتها هعرف هي دي حقيقتي، هو ده اللي انا عاوزه ولا لا. صح كده، وكل ما ازود الحاجات دي كل ما حياتي هتبقى اخف، كل ما هبقى انا حقيقي اكتر وفريش اكتر وبشاين اكتر وعايش حقيقتي اكتر، مش هبقى بدور على ديستنيشن، هبقى خلاص هبقى انا هنا في مكاني انا بكل ما تحمله كلمه من معنى. طيب هل احيانا الضعف الشخصيه او كتر ما انا حاسس ان انا زي ما انت بتقولي بيجي لحظه بينفجر، بس نفرض ما حصلش لحظه الانفجار دي، انا دخلت بقى في مود تاني خالص اللي هو دخلت مثلا اكتئاب او حاله انطواء؟ طيب بصي احنا بنشتغل في مسارات الوعي حاجتين زي اللي احنا بنتكلمه ده، شويه تقنيات وحاجات كده بنعلم الناس ازاي توصل لوعي سليم، ازاي تعيش حقيقتها، ازاي ترجع كائن غير محدود، والكلام ده كله بلس في سيشنز، في حاجه اسمها اكسس بار سيشن، دي لو الشخص وصل للقطه خلاص هو يعني هو مش عايز الحياه، زهقان خلاص وصل لاخره، هو شال كتير لدرجه ان هو حتى مش قادر، مش لاقي الامل اللي جواه او النفس اللي جواه مش عارف يوصل له. السيشنز دي بتساعد شويه ان الشخص بيرجع مور فريش مور لايت، هي مسؤوله عن حاجات كتيره في الجسم، الادراك، العلاقات، الفلوس، كل حاجه. البوينتس دي بنفضل نمسنا كده لمده ساعه، فهو بيبقى مور فريش مور لايت، وبعديها بيبدا هو خلاص ياخد الكنترول شويه شويه على حياته، بس هي بتساعده بتنقله النقله اللي هو محتاجها، اللي هو انا خلاص ديت، انا مش قادر. انا في سيشنز كتيره ناس بتجي لي قبل السيشن تقول لي بصراحه انا مش عايزه حياه، يعني انا عايزه اسيب الحياه. المشكله ان احنا تحولنا لآلة، يعني دايما من اول ما بتصحي لحد ما بتنامي انت بتعملي اللي المفروض تعمليه،
تروحي شغلك ممكن تبقي مضطره علشان خاطر انت محتاجه تروحي الشغل تتعاملي مع الناس لانك محتاجه تتعاملي معاهم، مش قادره حتى تنعزلي شويه لحد ما تحسي ان انت بقيتي احسن. فكلنا فعلا بقينا الات، احنا ماشيين بننفذ المطلوب مننا ننفذه وبس. جنبي عشان انا خدت حاجات كتير. ايوه والله قبل ما اسيب شغلي قلت مش هعيش حياتي زومبي. As simple as it. كتبتها كده مسج I will not leave my life like that. مش هتنفع. مش هكمل حياتي كده. فالبوينت في ايه؟ انت في الجمله دي قلتي ايه؟ انا بصحى من النوم بعمل اللي المفروض اعمله. What about ان مفيش مفروض؟ What about ان دي افكار اشتريناها؟ What about ان دي حاجات اشتريناها عشان تخرجنا بره حقيقتنا؟ بره ان انت تبقى انت، تبقى في قوتك، تبقى في اللايت بتاعك. ماذا لو ان ده حاجات اصلا اشتريتها عشان تبعدك عن متعتك، انك تبقى فعلا انجوي الحياه. ماذا لو انت اخترت بقى من النهارده انك ترجع تنجوي حياتك من جديد، وتختار اختيارات تخليك انت بجد، وتعيش حياتك ككائن غير محدود، تختار اي حاجه وتعمل اي حاجه في الدنيا وبتوصل للي انت عايزه، حس بيه ايا كانت النتائج. بس عشان نوضح لان دي ممكن تبقى ايا كانت النتائج، اي حاجه بقى عشان ابقى مبسوطه وسعيده ايا كانت النتائج، حتى لو ده ممكن يضرني. ما احنا قلنا اسك يور بادي. اوكي انا مبسوط باللي انا هعمله دلوقتي، لا بس لا ممكن عواقبه تبقى مش ايجابيه. لا 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 لا، يور بادي يعني جسمك عارف الحاجه اللي تخدمه واللي ما تخدموش. في فرق ان انا هاكل كيك فانا مبسوطه دلوقتي بس هي هتضرني بشكل اخر، فاين. لا انا مش ده اللي اقصده، انا قصدي ان انت بتسالي هل اللي انا هعمله ده مفيد ليا؟ لو جسمك خفيف يبقى دي الحاجه حقيقيه مفيده بالنسبه لي، لو جسمك تقل يبقى دي حاجه مش حقيقيه. جسمي تقيل او خفيف اثناء ما انا بنفذ الحاجه اللي انا حتى قبل ما تقومي لها تحس ان انت بتقومي بالزق. حقيقي زق كل حاجه بالزق بالزق. حتى لو بالزق. انا عندي افكار او مفاهيم متلخبطه فممكن ابقى زي ما هي بتقول كده، انا شايفه الحاجه اللي بتضرني دي شايفاها حلوه وعايزه اعملها. يا ساتر فيها حلوه بس انت تقيله وانت بتعمليها، هبقى برضو تقيله. مش حاسه عارفه الناس اللي هي مبسوطه وبتضحك وتحس ان يعني وشاب ينطق حياه كده بيشع منه حياه، لو ما حسيتيش الاحساس ده فده مش حقيقي. فاللي بتعمليه ده مش حقيقي. اوكي افكار ومشاعر اتقال ان ده حلو ده وحش، فاين. بس احنا اخترنا عشنا حياتنا واحنا مختارين الحاجات اللي الناس قالوا عليها حلوه وحشه، وصلتنا لفين؟ هل عايزين بقى نكمل بنفس الطريقه ولا عايزين نعيش حياه حقيقيه مور فريش مور لايف؟ يعني الحياه الحقيقيه دي في الوقت اللي انا حاسه فيه دلوقتي، ممكن اخدها بشكل مبسط كده، مش مهم ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. يعني مثلا انا في علاقه حب انا حاسه اني سعيده فيها جدا جدا جدا، بس العقل بيقول ان الشخص ده مش مناسب تماما. اعمل ايه؟ قال لك ان الافكار اللي جايبها لك العقل حقيقيه؟ هو مش مناسب يعني. أيوة. هو بكل نفترض فاين. شخص فاين. متجوز، نفترض شخص عاطل، نفترض شخص امكانياته الاجتماعيه والماديه مش مناسبه، الحاجات بقى اللي كلنا بنمشي. بس انا ماشيه ورا العاطفه بتاعتي، بس انا سعيده وشي منور والحياه جميله، بس كل حاجه عكسي اكيد النتيجه في الاخر هتهدني، هتقطم ظهري. حلو احنا هنحلل كل جمله عجبتك. خلينا نحلل الجمله. روبيتو زي انا دلوقتي انا حاسس ان انا فريش ولايت، دي نقطه، بس شكله مركزه الاجتماعي وظيفته ايا كان بقى، دي كلها احكام. العقل بيقول ده حلو ده وحش. لاحظي ان احنا بنرجع للحاجات اللي احنا عايزينه في كام الاول. انا استمتع بالاحساس بتاعي دلوقتي واركن الافكار ولا اكمل؟ الافكار دي هناخد الفيلم خطوه خطوه. انا دلوقتي من الاول بقول ده صح ده غلط، تمام. ده نتيجه كلمه بالعقل، حاجه بالعقل ولا حاجه فروم هارت؟ يعني عقلك اللي بيحكم ولا مش ولا يور بودي؟ لا عقلي. حلو قوي، يبقى العقل حكم على ده. طيب ماذا لو ان حياتي معاه ما بقتش كويسه؟ اولا there is no future، ده اللي جاي بعد كده. انت بتمبوز على الفيوتشر بالظبط. فانت حكمت ولا ما حكمتش؟ بتحكم على اللي جاي مش اللي انت فيه دلوقتي بالظبط. يبقى انت خرجت بره الحقيقه برضه. يبقى انت الفيلم كله انا بره اللعبه اصلا، بره الحقيقه. طب والتخطيط للمستقبل يا دعاء، ويعني الواحد يبص لقدام ده هينفع؟ كلنا بنخطط للي جاي. هم قالوا لنا برضه انت لو عملت ده هتبقى قوي ده وهتبقى ضعيف. احنا اشترينا الفكره زي ما ممكن نكون اشترينا فكره زي دي. مين قال انها حقيقيه؟ افكار يعني. الفيصل اسال جواك ده مريح ولا لا؟ ياما قعدت وخططت ال 10 سنين قدام و20 سنه بس كنت بتقل بعديها، مش عارفه اقوم من مكاني، حتى مش عارفه اشتغل النهارده لان شايفه الحاجات دي بعيده قوي وانا فين وهي فين. طيب نرجع بقى لضعف الشخصيه. دلوقتي انا لو معايا شخص او صديق او اختي او اخويا حاسه انه عنده الهزه النفسيه دي وهو فعلا منطوي وما بيتخذ قرار سريع، دايما معتمد على اللي حواليه، اساعده ازاي انه يعالج نفسه؟ يعني انا عايزه انا اللي اكون المتحكم في اني اعالجه او ان انا اخليه يقدر يتعرف على نفسه. اعمل له ايه؟ ادي له المساحه انه يبقى فيها نفسه. طيب هعمل ده ازاي؟ انا لما بحكم على حد انا ببعت له طاقه بتحجمه، بتحطه جوه مربع مش عارف يتحرك منه. صح انت غلط، ما احكمش من جوايا، ما احكمش عليه، ومن جوايا اتمنى له افضل الاحوال من غير ما احط عنوان للشيء ده. يعني ساعات بنبقى متخيلين ان هو لو عمل ده، اتجوز دلوقتي، جاب عربيه دلوقتي، لقى شغل، ده احسن حاجه. الامنيه دي هتبقى كفايه يعني؟ امنيتي لا، انا مش محتاجه اتمنى له كمان، انا محتاجه انوي له احسن حاجه.
من غير ما احط لها عنوان. اساعده بقى فعليا ازاي غير ان انا بتمنى له؟ اسمحي له انه يبقى نفسه، خليه يختار اختيارات خفيفه على قلبه. هو مش قادر، اتحول لحد خلاص. زي هو اتعود انه في حد دايما بيساعده انه ياخد قراراته، حد دايما بيفكر له، فهو جاي يعمل الخطوه دي لوحده وهو مش عارف فعلا. ما بيعرفوش يعملوا اي حاجه خالص لوحدهم. وانا بشوف ناس كتيره جدا كده، هو لو هترد على تليفون علشان تقول اه او لا محتاجه تسال حد الاول، وما تعرفش تعمل ده لوحدها. طيب محتاج يتاخد بالراحه جراديوال تدريجيا. أيوة. عشان هو بقاله كتير قوي بعيد عن نفسه. بالظبط. فجاه تقولي له انت معاك الكنترول، انت بتتبرجلي اساسا يعني. انا مش عايزه واحده واحده بقى نعمل معاه ايه. طيب واحده واحده. بص في سيشنز بتساعد في الكلام ده، يعني مش قادره ادي سيشنز دلوقتي. يعني لو هو مش هيروح السيشنز دي وانا عايزه ابتدي اخليه يبتدي ياخد خطوه اولانيه ان هو يبقى كنترول او يعرف ياخد القرارات. خليه يعمل حاجه بيحبها من قلبه، يعني سيبيه دلوقتي هو يتحكم في حياته، مش هيتحكم. هو محتاج يرجع لنفسه. شخص منتوي فما اتعلمش حاجه وما عندوش حاجه بيحبها، لا هوايه ولا شغلانه. انا في ام يعني كانت بتكلم معايا في حاجه في كذا دي بنتها. بالظبط. قالت لي بصي خلاص مش عايزه حاجه، وده يعني اللي عايزه اعمل ولا اروح ولا عايزه اجي تعالي سيشن ولا عايزه اجي سيشن ولا عايزه اي حاجه خالص. كده خلاص ريلاكس، تقبلي مرحلتها. رقم واحد ما تقاومش مرحلته، هو ممكن يكون هياخد وقت وهيطلع. فسيب يعني انت ما تضايقوش اكتر ان انت متضايق ان هو متضايق. طب لو المرحله دي طالت ريلاكس، ما هو انت محتاجه تساعديه بطرق تانية. بس رقم واحد سيبيه تديله مرحلته طرق. ممكن سيشنز، يعني الكيسز دي خلاص ببقى اصلا لا هي سيشن مدتها ساعه بتعمل شفت قوي جدا. يعني البنوته اللي جات لي دي كانت مش عايزه اي حاجه في الحياه خلاص، هي سيشن ساعه يعني لازم الجا لمتخصص عشان اقدر اساعده. انا لوحدي مش هقدر. طالما واصلين للبيك لا محتاجه مساعده من بره. لازم متخصص. يس. طالما خلاص وصل للبيك اللي هو لا مش عايزه اعمل اي حاجه في اي حاجه، لا محتاج يعمل حاجه بروفيشنال، يعني في شكل علاجي بروفيشنال يساعده ان هو الكلام ده. وبعديها شويه شويه هتبداي تاخديه بقى، هتديله حاجه بيحبها، يعرف ازاي يتعامل مع نفسه. هو نفسه هيبقى فريش اكتر ان هو ايه، لا انا اقدر اعمل ده. حاجه صغيره هياخد الكنترول في حته صغيره، تلاقي حته اكبر لغايه ما يرجع لنفسه، لا تمام انا اقدر اعمل كل حاجه في حياتي بنفسي، مش محتاج حاجه من حد. طب لو انا حاسس ان انا اللي عايز يعني ان انا اغير من نفسي، او ان انا اللي عايز ابتدي ابقى متحكم اكتر في حياتي وما ابقاش تابع لحد، ايه اول خطوه ممكن اخدها او ابتدي بيها ترجع لي ثقتي في نفسي تاني وترجعني قادر ان انا اتحكم في حياتي؟ تعترف بعظمتك الداخليه زي ما بنقول، اعترف بقوتك الداخليه، ما تخافش منها. ضمن الحاجات اللي اتسحبت مننا احنا صغيرين ان سحب مننا قوتنا وان احنا نعترف احنا مين. تلاقي تقعدي مع ناس كتيره جدا انكوشي بس لا انا اقدر واقدر 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 واقدر، رغم ان حاله من بره ما بيقولش، بس هو بيتكلم بصدق بجد، هو عارف هو مين، هو عارف يقدر يعمل ايه، بس هو متلجم بالحاجات كتير والاحكام كتير يشتريها من الناس. رقم واحد اعترف بالعظمه اللي جواك اللي اتسحبت منك في يوم من الايام. رقم واحد. تمام. هنا هتعرف تطلع ده بره. رقم اتنين. ابدا عيشه بره بقى. طيب هنزل هيتحكم عليا، فاين اتعامل مع الاحكام دي، رجع المشاعر للناس. اتعامل معاها اسمعها ولا اتعامل معاها اتجاهلها؟ ان انت تبقى نيوترال محايد ليها. هتسمعها ما تعملش مقاومه ليها، اسمع عادي جدا بس قول دي وجهه نظر، دي مش انا، دي وجهه نظر الشخص، دي مش حقيقتي. طيب انا عايز اعيش حقيقتي ولا مش عايز؟ لا عايز اعيش حقيقتي، فانا هرجع ان انا عايز اعيش حقيقتي بالراحه شويه شويه. فانا كده رجعت للشخص الحكم بتاعه، ما اثرش عليا، وعرفت ان انا من حقي ان انا اختار حاجات خفيفه على قلبي بس. يعني مثلا وجهه نظر ابقى محايده، لا تاثر لا بايجاب ولا بسلب، لا بدور على حقيقتي انا بس. ده حقيقي. طيب لا انا كنت عايزه اعرف منك سريعا كده، يعني ايه اللي ممكن اساعد بيه نفسي ان انا اتعرف فعلا على نفسي؟ وازاي فعلا بقى يعني بشكل بسيط ازاي فعلا اقدر يبقى الحكم بيني وبين نفسي، تبقى المقارنه بيني وبين نفسي ماليش دعوه بالناس خالص، اطبق ده بقى بشكل سليم. انا سمعتها منك جمل، الناس سمعتها منك جمل، بس طبقها بشكل عملي ازاي؟ شوف انت ايه حياتك ماشيه ازاي، ايه اللي انت بتعمله، وابدا دخل حاجات جديده لحياتك شبهك، حاجات نفسي فيها او كنت بتمنيها او كنت بشوفها وانا صغير او 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 بس هي دي الحاجات دي اللي هي عينك لمعت لها دلوقتي دي. عشان حاجات شبهك بتاعتك ما عشتيهاش، ابداي عيشيها شويه شويه، ابداي خدي حاجه من دي ودخليها على حياتك. هو ده شوف التشينج هيبقى عامل ازاي، هتبقى اخف، هتبقى عارف تقول او لا، ازاي اربي ولادي كمان ان هما ما يطلعش شخص ضعيف الشخصيه. يعني انا خلاص مش عايزه ولادي بقى يطلعوا كده. طيب حاجتين جوه بره. جوه صدقي ان القوة اللي جواه ممكن تبقى اعلى من اي حاجه في الدنيا، صدقي فيها، امن بده. يس. واسمحي لها تظهر، ولما يبدا يظهر قوات خارقه فيه او واو هو فظيع بيعمل حاجات حلوه قوي، اسمحي الحاجات دي حتى لو غريبه، حتى لو مش شبهك، حتى لو اختيارات تانية، بس اسمحي للقوه بتاعته تطلع، وخليه عارف انه عنده قوه وان هو يقدر يطلعها ايا كان مين غير مين بره قال له عليها لا.
وما احكمش عليه. بس ما تدلو وسيبيه يعيش سيناريو مختلف حتى عن اللي انت عشتيه، يفتح افاق جديده ابعد حتى من من اللي خيالنا احنا جابها، حتى لو بره العادات والتقاليد. لو كسر القاعده دي وضزت مين عادات وتقاليد اللي احنا متربيين عليها. لا الافكار هنرجع تاني ان هي افكار في احكام في ايدتنا، فانا دلوقتي مش عايش حياتي فانا عايز اخرج منها. هي نفس اللوب قافله. بس عايزه اقول لك في ناس بتبقى عايزه تجرب حاجات مختلفه، ابني عايز ده بره القاعده، هل اسيبه ان هو يروح لده؟ بس احنا مش سايبينه كده، احنا سايبينه مدينه كنترول، مدينه حاجه يقيس بيها. ايه الحاجه دي؟ نفسه، جسمه. هو لو حب نفسه وحب جسمه مش هيأذيها خلاص. هو ايه اللي بيخلي الناس تلجأ لحاجات عشان تغيب عقلها زي سجاير ادكشن ايا كان؟ ليه؟ عشان هو مش عايش حقيقته فبيدور عليها، عايز ينفصل من الواقع الضيق اللي اتسجن فيه فبيلجأ لحاجات تانية. لكن هو من الاول اصلا دنيته مفتوحه وعارف نفسه وعايش حقيقته وعايش مبسوط ومنشكح، خلاص مش هيلجأ ان هو يبقى يأذيها. لا، هتبقى عنده اهم حاجه في الدنيا ان النفس تبقى راضيه، تبقى مبسوطه، تبقى منطلقه، تبقى بتنجح، تبقى بتعمل حاجات حلوه، يبقى هيلثي، يبقى دنيته كويسه. خلاص هو عايش ده جواه، مش محتاج حد يواجهه لي من بره. بس يبقى كده زي ما احنا قلنا او زي ما دواء قالت، ان اهم حاجه ان انا اعزز ثقه ابني في نفسي، ان انا اؤمن بالقوه اللي جواه واحسسه بده، واسيب له المجال مفتوح انه يجرب حاجات حتى لو ما كانتش الحاجات اللي انا عايزها او ما كانتش التجربه اللي انا عايشها. بس اهم حاجه ان انا ببقى مفهماه الحاجه اللي هو بيرتاح لها، او لو هو حابب نفسه هو هيبقى عارف اللي بيعمله ده صح ولا غلط. لو حس بارتياح يبقى انا بعمل حاجه صح او حاجه انا حاببها، لو حسيت ان جسمي تقيل يبقى انا في رايح في اتجاه غلط او في حاجه غلط. صحيح. طيب انا عايزه بقى منك كده يا دعاء نصيحه بتوجهيها لل الشباب نفسهم علشان يبقى شخصيته قويه او يبقى كنترول نفسه، ونصيحه للاهل كمان في طريقه التربيه. اوكي طيب، خلينا نقول اول حاجه عشان تحس بقوتك الداخليه، امن بس بنفسك، صدق القوه اللي جواك ايا كان مين اللي في الحياه قال لك عليها مش حقيقيه، خوفك منها، رفض انه يعترف بيها. سيبك من كل ده، الصوت اللي جواك اللي بيقول ان جواك كتير وجواك قوه ممكن تهد الدنيا او تبني الدنيا زي ما بنقول، صدق في الصوت ده وامشي وراه، واسمح له يكون في حياتك خطوه 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 خطوه، حتى لو اللي حواليك مش هيبقوا فاهمين او مش مصدقين ده. والاهل ببساطه، لو انت عشت اكس اسمح لابنك انه يعيش 20 اكس، سيبه يفتح الافق لحاجات كتير ابعد حتى من عقلك ممكن يستوعبها. خلي واسع العقل على جنب شويه، لو كونكتد بس وانت بقيت متصل بروحك بحياتك هتلاقي لا الدنيا مختلفه كتير، وهتبقى الدنيا اكتر هدوء وسعاده وراحه ونجاحات كمان ان شاء الله. ميرسي ليكي يا دعاء، نورتينا يا دعاء. طبعا احنا كده وصلنا لنهايه فقرتنا الاجتماعيه، كانت معانا دعاء سمير لايف كوتش ومدربه معتمده لتقنيه مسارات الوعي، افادتنا بمعلومات كتير وبنشكرك على تواجدك يا دعاء. احنا اتكلمنا في فقرتنا عن الشخصيه الضعيفه، وقلنا ان من عوامل ضعف الشخصيه او العوامل اللي ممكن بتخلي الشخصيه بتاعتي ضعيفه التنشئه، بمعنى ان لو في ان انا دايما حابس حرية ابني او على طول بوجهه يعمل ده ما يعملش ده، ما بسيبلوش المساحة ان هو ياخد قرارات بنفسه، لا ده مش صح، ولا حتى ان انا احميه زيادة فدايما ابقى انا الكنترول عليه، لا ما انا اسيبه اؤمن بان او يبقى عندي ايمان بان ابني او بنتي جواهم نقاط قوة، اديهم المساحة ان هم يستغلوا ده، ان هم يجربوا يفتحوا لنفسهم افاق جديدة حتى لو ما كانتش هي الافاق اللي انا عشتها او ما كانتش الحاجة اللي انا شايفها صح. وقلنا كمان من الحاجات المهمه ان حتى لو انت في انتقادات او حاجه قابلتك بره، اعرف ان دي هي وجهات نظر مش حقيقتك، يعني اللي الناس بتقوله عليك مش حقيقه، دي مجرد وجهات نظر. انت لازم تبقى عارف انت ايه، انت لازم بتجرد نفسك تبقى محايد تجاه وجهات النظر دي، ما تتاثرش بيها. شوف انت ايه اللي مرتاح له من الاراء اللي انت بتسمعها حواليك، هتعرف ان هو ده الحاجه الصح بالنسبه لك. الحاجه اللي تحس انها تقيله، لا اعرف ان هي دي انت مش محتاجة او دي مش حقيقتك. انت تقدر تكون ناجح، تقدر تاخد قراراتك بنفسك، حتى لو في عندنا شخص اتعود انه دايما في حد ياخد القرارات بداله او حد هو اللي بيقرر له يعمل ايه وما بيعملش ايه، لا احنا ممكن نساعده لو الحالة يعني صعبة او شايفين اللي قدامنا هو يائس من كل حاجة وهو مش عايز يعمل حاجة، احنا ممكن نسيبه، دي حاجة هتاخد وقتها وهتروح
نروحه وبعد كده نقدر نساعده ان احنا نديله حاجات بيحبها يعملها في الاول، نبتدي نديله مساحه شويه ان هو ياخد قراراته، وبعد كده هو هتلاقي نفسه عرف الطريق الصح. بكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا الاجتماعيه، هنخرج دلوقتي لفاصل ونرجع لكم مره تانية نكمل باقي فقرات حلقتنا، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم فقرات حلقتنا النهارده من برنامج صباح بلدي، ودلوقتي جه ميعاد الفقره الصحيه. صحتنا وقتنا الطاقه بتاعتنا هي امانه ما بين ايدينا، لازم نستثمرها ولازم نوظفها بشكل صح. كمان العلاقات الاجتماعيه وعلاقتنا بالناس اللي حوالينا لازم نديرها بشكل صح. علشان نعمل ده في شوية عادات هنقولكم عليها في الفقرة بتاعتنا النهاردة، هتساعدك على انك تقضي يومك بشكل افضل، هتساعدك على انك توظف الطاقة اللي موجودة عندك بشكل احسن، هتساعدك على انك تنمي هواياتك، كمان هتساعدك على انك تطور من شبكة علاقاتك الاجتماعية. ايه اول عادة معانا النهاردة؟ ايه اول عادة واخطر عادة؟ عادة للأسف كلنا بنعملها كل يوم الصبح. اول حاجة بتعملها لما بتصحي الصبح نهى، بتمسكي تليفونك تشوفي رسايلك، مكالماتك، واتساب، فيسبوك، ايه الاخبار، الحاجات دي مفيش حد فينا ما بيعملش كده. بس لو عرفنا مدى خطورة العادة دي ممكن نبطلها شوية. في الولايات المتحدة أجريت دراسة على 2000 عامل أثبتت إن الأشخاص اللي بيصحوا من النوم يستعملوا تليفونهم بيعانوا من القلق والتوتر على مدار اليوم، ولما تركوا العادة دي لمدة أسبوع انخفض مستوى التوتر والقلق عندهم وزاد مستوى النشاط والحيوية. فلو نقدر أول ساعة نصحى فيها من النوم نستغنى عن تليفوننا هتفرق معانا كتير جدا. والعادة التانية؟ العادة التانية اللي معانا بتقول إن إحنا ممكن نكتب 10 أفكار جديدة كل يوم. يعني ايه نكتب 10 افكار جديده كل يوم؟ يعني احنا ممكن نستغل الافكار اللي بتيجي في دماغنا وندونها على طول. فدايما نحط في الشنطه بتاعتنا او في جيبنا نوت، او ممكن نستغل برنامج النوت باد اللي موجود على الموبايلات بتاعتنا وندون اي فكره جديده جت في دماغنا. تخيلوا بقى كميه الافكار اللي هتبقى موجوده عندنا واللي ممكن بعد كده ننفذها ونستخدمها ونستغلها بشكل صح. هتفرق معانا كتير جدا جدا. دي حاجه كمان لو عملناها هتفرق في صحه جسمك ونشاطك طول اليوم. تشرب كوبايه ميه كبيره جدا على الريق، مش شرط كبير، على قد ما تقدر. ده هيجدد خلايا البشره، هيجدد خلايا الجسم، هينقي جسمك من السموم، هيحسن عندك عمليه الحرق، هيظبط عندك الجهاز الهضمي، هيفرق في صحتك ونشاطك على مدار اليوم. فالميه الصبح معظمنا بيهمل شرب الميه اصلا، ده حقيقي. من اسباب الصداع كمان عدم شرب الميه بشكل كافي. فلو حافظت على الميه على مدار يومك وبزداد كوبايه الميه الصبح دي هتفرق في نشاطك وحيويتك على مدار اليوم. انا شخصيا الميه بتفرق معايا جدا، ودايما الواحد بيلتزم بانه بيشربها الصبح. زي ما انت قلتي كده هي مهمه قوي في انها بتعلي نسبه الحرق، ودي حاجه انا مهمه بالنسبه لي فدايما بلتزم بيها. انت عارفه كمان ان انت لما تحسي بالجوع ما تاكليش، اشربي ميه لان جسمك مش بيفرق. فطول ما انت ماشيه بالميه ومصاحباها لا هتبقي تمام جدا، هتبقي تمام وشربك والحرق عندك هيعلى. بالظبط بالظبط كده. ايه كمان العاده اللي معانا واللي لازم نعملها؟ لما احنا نظبط المنبه بتاعنا بالليل لازم نحافظ الصبح على ان احنا نصحى في الوقت اللي احنا قررنا او اخدنا عهد على نفسنا بالليل ان احنا نصحى فيه. لان في ناس كتير قوي بتسيب الموبايل بتاعها ظابطه المنبه عليه مثلا وتسيبه يرن مرة وعشرة وعشرين وما بتقومش، وبالتالي اليوم بتاعها كله بيتلخبط. لان احنا بنبقى مرتبين مثلا ان انا هصحى الساعة كذا هعمل كذا، بعد منها هيبقى ورايا شغل الساعة كذا. لو انا ما صحتش في الميعاد اللي انا مقرر ان انا هقوم فيه اليوم بتاعنا هبتديه بشكل سيء جدا وكل مواعيدي هتتلخبط. انا عندي المشكلة دي، انت عارفة علشان احل المشكلة دي فاكرة براد محمد فوزي اللي كان حاطه والله انا فعلا ينبهني فعلا كنت خلاص قربت اعمل ده. لو انا مش بصحى مش بسمع حاجه انا في دنيا تانية خالص، ما فيش حل الا براد. مش مساله بقى بخلف وعد او حاجه، انا مش هنا اساسا والله مش عارفه، هو كسل، فقد الوعي، مش عارفه حد. اول حاجه كمان ممكن تعملها في يومك اول ما تبتدي كده طاقتك يومك بطاقتك ونشاطك وحيويتك، حاول تبتدي بالحاجات اللي انت مش طايق تعملها. لو عندك مشوار شغل صعب، عندك مشوار تقيل على قلبك، في مهمه انت حاسس ان انت مش قادر تعملها، ابدا بيها اليوم وخلصها علشان تقدر باقي اليوم بعد كده تنفذ الحاجات السهله او الحاجات اللي انت حابب تعملها. لان انت لو بدات بالحاجات اللي انت حاببها او الخفيفه على قلبك هتيجي اخر اليوم هتلاقي نفسك بتاجل المشوار التقيل ده او المهمه الصعبه دي يوم والتاني والتالت
والتسويف ده أصعب حاجة ممكن تضيع وقتك، فابدأ دايما باللي انت مش عايز تعمله، زي ما كنا في الامتحان زمان كده نبدأ بالسؤال الصعب، الصعب اللي احنا مش عايزين وتخلص الساعة ونطلع بالورقة فاضية مفيش مشاكل خالص. دايما بالصعب انت دايما بالصعب. لا حقيقة احنا في اول يوم بيبقى عندنا كمية طاقة نقدر نستغلها في ان احنا نخلص المهام الصعبة الاول، وبعد كده الخفيف بقى بيبقى سهل بالنسبة لنا لما تكون طاقتنا قلت شوية. مش هتقابل بقى حاجة في يومك اصعب من اللي انت اساسا كارهها او مش حبيبها دي، فبعد كده اليوم هيمشي طبيعي. فاول ازمة هتبقى عندك الصبح هتقدر تتقبلها وتتعامل باقي اليوم بشكل تمام. صح جدا يا ايه. كمان احنا كنا لسه بنتكلم على اهمية شرب المية، من ضمن برضو العادات اللي لازم او مهمة علشان صحتنا تبقى كويسة، هي ان احنا نلتزم بالوجبات الثلاثة الرئيسية اللي هي الفطار والغداء والعشاء، ولازم كمان الاكل اللي احنا بناكله في الوجبات دي يكون اكل صحي، ما يبقاش وجبات سريعه او نعتمد على الفاست فود بشكل كبير، لا، لان الوجبات دي مهمه جدا جدا، هي اللي بتمدنا بالطاقه، هي اللي بتمدنا بالفيتامينات وبالمعادن وبالعناصر كلها اللي جسمنا محتاجها علشان جسمنا يكون صحي وقادرين ان احنا نأدي المهام والوظائف بتاعتنا بشكل كويس. معاكي حق، ناس كتيره جدا بتهمل وجبه الفطار تحديدا، تنزل مستعجله ما عندهاش وقت تفطر، تأجلها للساعة 2-3 في البريك. إهمال وجبة الفطار ده، بما إنك بتتكلمي عن إنك تاكلي أكل صحي، أهم حاجة فعلا وجبة الفطار وتاخدي فيها العناصر اللي أنت ممكن تكوني محتاجاها على مدار اليوم، لأن إهمالها بيسبب تلف المخ وتلف الكبد وبيعمل لك مشاكل كتيره جدا على مدار حياتك بقى. ده حقيقي. حتى الناس لو بمناسبه الحرق الدهون برضو، على فكره معلومه ان وجبه الفطار بتساعدنا على انها بتعلي نسبه الحرق في اول اليوم. بالزبط. غلط ان احنا نفضل قاعدين مده طويله من غير اكل وبعد كده نفتكر ناكل، الجسم ساعتها بيخزن الاكل. وانسب وقت للفطار دايما بيكون قبل الساعه 10، لو عدت عليك الساعه 10 يستحسن الساعه 1-2 تاخد اي سناك بسيط، تفاحه، حبه فاكهه، اي حاجه يعني، بس مهم جدا ان انت تهتم بوجبه الفطار. ايه كمان معانا ايه؟ عادي كمان لو صاحبتها هتفرق في حياتك وهتفرق في طريقه تفكيرك وهتفرق في ادائك وهتفرق معاك جدا، القرايه. احنا اهملنا القرايه جدا من وقت ما انتشر يعني مواقع التواصل الاجتماعي عموما، ما بقيناش بنقرا. لو مسكت كتاب وحاولت ان انت تقرا كل يوم صفحتين بس، هتلاقي نفسك ممكن تخلص في اسبوعين كتاب، يعني حوالي كتابين في الشهر، يعني حوالي 24 كتاب في السنه. تخيل معايا حجم المعلومات اللي ممكن تضاف لعقلك، وتخيل معايا ممكن كمان شخصيتك تتطور ازاي. فهتطور ذاتك، هتنشط عقلك، هتزود من معلوماتك، ودي حاجه مفيده جدا ليك. حاولوا تصاحبوا عاده القرايه. كمان من العادات المفيدة جدا مع القراية ان احنا نحاول كل يوم نتعلم حاجة جديدة او نعمل حاجة ممتعة بالنسبة لنا. بمعنى مثلا انا دلوقتي عندي وقت فاضي، ففي ناس مثلا بيبقى عندها موهبة الرسم، يمكن انا مثلا مهمل الموهبة دي بقالي فترة ومشغول اكتر في شغلي، استغل وقت الفراغ ده في ان انا انمي الموهبة دي وارسم. ناس تانية مثلا بتبقى بتحب مثلا التطريز، ليه لا في وقت الفراغ بتاعي ما ابتديش اعمل مشغولات يدوية بايدي ونمي الموهبة او المهارة اللي عندي. ناس تانية مثلا بتبقى محتاجة تفرغ طاقتها في حاجة، فبتحب تمارس تمارين معينة مثلا زي الزومبا. ايه المانع ان انت تروح كلاس زومبا تفرغ فيه طاقتك، تستعيد نشاطك وحيويتك. كمان لان صحتنا الجسدية زي ما احنا قلنا مهمة جدا، الناس اللي شغلها بيتطلب منها انها تقعد وقت طويل قدام اجهزة الكمبيوتر من 8-10 ساعات، الناس دي مهم جدا جدا بالنسبة لهم ان هم يمارسوا تمارين لمدة 30 دقيقة كل يوم. التمارين دي زي اليوجا او المشي او الجري، كل دي هتساعدهم على ان هم يبقى فيه نشاط وحيوية اكتر. معاكي حق جدا. ابسط حاجة ممكن تعملها حتى لو مش قادر تعمل كده، حاول تغير عادتك في اليوم. يعني لو بتركب العربية حاول تتمشى، اركن العربية بعيد شوية. ما عندكيش حاجة تعمليها، ممكن ترقصي شوية. صح يا صح، الرقص بيحرق دهون وبيفرغ طاقة الموجودة عندنا، فبيبقى رياضة مفيدة. بالظبط، اعملي شوبينج، حاولي بس تستعملي جسمك، ما تلجئيش دايما اسانسير عربية، حاولي تغيري عاداتك اليومية شوية. في حاجة كمان هتبقى صدقة وهتفتح لك قلوب الناس كلها، الابتسامة. صاحب الابتسامة، دايما خليك مبتسم وعامل الناس زي ما هي تحب، زي ما تحب ان هم يعملوك، احترمهم، قدرهم. كلمة شكرا خليها دايما على لسانك، كلمة شكرا دي ليها سحر رهيب جدا على الناس. خليك ذوق لطيف جميل، ما تحاولش تبقى مكشر، الناس ملهاش دعوة انت ملك فيك ايه، عندك مشاكل ايه في البيت. صاحب الابتسامة وعامل الناس زي ما تحب ان هم يعملوك، والاحترام والتقدير والشكر الدائم. السايس، السوبر ماركت، مديرك في الشغل، مراتك في البيت، كذلك جوزك، ولادك،
دايما اشكر الناس على اللي بيعملوا ليك، صح يا نور؟ هي الابتسامه مفتاح القلوب، انا مجرد او الشكر يعني، الكلمه الحلوه دايما او الكلمه الطيبه بتبقى صدقه. لما احنا بنبتسم، لما احنا بنقول اللي قدامنا كلمه حلوه، لما احنا بنشكره على الحاجه اللي مثلا بيعملها لنا او الخدمه اللي بيقدها لنا، هو هتلاقيه حابب قوي انه يعمل لنا حاجه حتى من غير ما نطلب، هتلاقيه دايما هو مقبل انه يعمل لنا حاجه. ممكن تحبك لمجرد ان انت مبتسم، لمجرد ان انت وشك بشوش، بس يعني هو بيشوفك بيبتسم بيتعدي منك. زي يشوفك اعوذ بالله غضب وشه غضب عايز اشوفه بلاش ده مش عايزين نشوفه. خلي السعاده عاده زي ما بيقولوا كده، صح كده يا ايه. وكمان من ضمن الحاجات الكويسه واللي ممكن تفيدنا جدا ونعملها في اخر اليوم بتاعنا، ان احنا كل يوم قبل ما ننام نيجي نكتب ملاحظات على اليوم، بمعنى ان انا بكتب الانجازات اللي انا قدرت احققها، اكتب نقط الضعف اللي عندي، ايه الحاجات اللي انا محتاجه احسنها. العاده دي هتساعدنا ان انا احس بنوع من تقدير الذات، ان انا بكافئ نفسي على الانجاز اللي انا عملته، وفي نفس الوقت حددت ايه السلبي اللي عندي اللي انا محتاج ان انا احسنه، او ايه اللي انا محتاج اديه تاني يوم بشكل افضل. قريت الكلام اللي انت بتقوليه ده، بس كان اضافه عليه انه بيقول لك اكتب العشر حاجات لازم تحمد ربنا عليهم بشكل يومي، يعني صحتك، ولادك، اللقمه اللي كلتها في اليوم بمنتهى الاريحيه كده، كل حاجة ممكن تكون مهما كانت بسيطة احمد ربنا عليها، ساعتها هتحس برضا غير طبيعي وهتتقبل كل المشاكل اللي في حياتك وحالتك النفسية هتبقى أحسن. في حاجة كمان لو عملناها كل يوم هتفرق جدا في علاقاتك مع الناس، حاول تخصص 10 دقايق أو 5 دقايق على حسب وقتك، وقلب في تليفونك الليست الطويل جدا اللي كله معارف وصحاب وممكن تكون عدة سنين أنت ما كلمتهمش، حاول تطلع رقم أو 2 يوميا وكلمهم، اسأل عليهم، عرفهم أنك فاكرهم، اشكرهم أنك في حياتك، أنهم في حياتك، حاسسهم ان هم موجودين. ممكن مكالمه زي دي تفرق في حياه حد من الناس اللي انت بتعرفهم، وكمان هتفرق بالنسبه لك كتير. بكده تكون خلصت فقرتنا دلوقتي، هنطلع فاصل ونرجع تاني مع خمسية ورمال ذهب الساحره، استنوني. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في صباح بلدي، ودلوقتي ميعاد خمسية. هنزور مع بعض النهارده مكان من اجمل الاماكن اللي موجوده في مصر. كل مكان عشنا فيه او هنعيش فيه كان في الاصل صحراء، انما المكان ده تحديدا من اجمل الرمال الذهبيه اللي موجوده في مصر. دهب، سموها دهب بسبب لون رملتها الاكثر من رائع. روحتي دهب هنا؟ انا حقيقة ما روحتهاش قبل كده يا ايه، بس انا دايما بتفرج على الصور بتاعتها بنبهر بنبهر بيها وبجمال الطبيعه والرمال زي ما انت قلتي هناك. دهب هي مدينه تبع محافظه جنوب سيناء، وبتقع على بعد 100 كيلو متر بالظبط من شرم الشيخ. كمان دهب بتتميز بان هي مشتى، يعني تقدروا تستمتعوا بجوها في فصل الشتاء، وتزوروها في فصل الشتاء هتبقى ممتعة جدا، ومتوسط سطوع الشمس فيها بيبقى حوالي 10 ساعات في اليوم، وده ممكن يخلينا نمارس رياضة السباحة الصبح هناك واحنا مستمتعين ومبسوطين يا ايه. او طبعا من اجمل الاماكن اللي موجودة في دهب قرية اسمها قرية العسلة، ودي بقى واخدة شكل البيوت البدو والبيوت الخشب، وهتلاقي فيها الحياة البدوية الجميلة اللي احنا بنشوفها في الافلام ونسأل هي فين. عارفين انتوا اللي عارفة اللي هو الحياة بتاعت الأفران البلدي والبيوت اللي شكلها جميل جدا واللبس البدوي، كلنا لما بنشوف نفسنا نعيش نفسنا نعيش معاهم او نقعد معاهم. ده موجود في قرية العسلة في دهب. ايه كمان من ممكن الاماكن اللي نروحها في دهب يا نهى؟ كمان اي من الاماكن اللي احنا نقدر نروحها في دهب، ان احنا فيها هناك 41 مركز للغوص و10 مراكز للأنشطة البحرية، يعني هناك نقدر نستمتع بممارسة رياضة الغوص. طبعا ده كل ده لعشاء رياضة الغوص والمغامرات يقدروا يستمتعوا بده هناك. كمان من ضمن الأماكن الموجودة فيها هناك محمية اسمها أبو جالوم، ودي بتقع على خليج العقبة. المحمية دي بتتميز بمناظرها الخلابة، الجبال هناك قريبة من الشاطئ، كمان هي فيها نظام كهفي كده موجود تحت المية لعمق 100 متر، وفيها شعاب مرجانية وأسماك ملونة، تقدر تستمتع بمشاهدة المنظر الخلاب ده وانت مبسوطة. فيها 41 أو 40 زي ما قلتي مركز لتعليم الغوص، فأكيد الشعاب المرجانية هناك أو المنظر تحت المية أكيد أكثر من رائع. طبعا من كمان الحاجات اللي ممكن تستمتع بيها في دهب هي هدوء الشواطئ، وقد إيه ممكن تبقى حلوة قوي للعين وحلوة جدا للروح. شواطئها هادية جدا وجميلة، مش بس هدوء،
لا، في مكان اسمه نبض المدينة أو روح المدينة، ده فيه أسواق تجارية وفي أماكن ترفيهية كتيرة جدا، تقدر تروح تسهر تتعشى تتغدى. لو عايز تحس بشوية دوشة يعني انزل روح المدينة هتحس بده هناك. واللي عايزة تحس يعني في التسوق والكلام ده تقدر تروح نبض المدينة زي ما انتي قلتي. تمام. ونرجع برضو مرة تانية للهدوء بقى والطبيعة الخلابة. من ضمن المناطق كمان اللي موجودة في مدينة دهب هي منطقة البلو أو الثقب الأزرق. المنطقة دي برضو لمحبي الغوص ورياضة الغوص والمغامرة، هي بتبقى كهف جوه البحر بيمتد لعمق 52 متر. كمان في عندنا منطقة اسمها اللاجونة، ودي زي ما انت قلتي كده يا نقدر نستمتع فيها بمشاهدة الرمل والمناظر الطبيعية الخلابة اللي ممكن تحسي فيها بهدوء وبراحة نفسية. زي ما قلنا فعلا هي دهب، سموها دهب علشان لون رملتها. طبعا وزارة السياحة بتشتغل على ان الاماكن دي تبقى افضل واحسن عشان تنشط السياحة، فاحنا كمان لو نفكر ان احنا بدل ما نلجأ للكافيهات او نلجأ ان احنا نطلع بره مصر، حاولوا تتفرجوا على الاماكن اللي موجودة في مصر. مصر فعلا جميلة، بيجيلها الناس من كل حتة في العالم، وممكن يكون المصريين نفسهم مش عارفين قد ايه مصر حلوة. ده حقيقي آية، احنا لازم نساعد مش بس الجهود اللي بتقوم بيها وزارة السياحة بس، او لازم احنا كمان نساعدهم على ان احنا نروج للاماكن السياحية الجميلة في بلدنا. مفيش مانع ان انت لما تزور مكان حلو ترفع صورة له وتنشرها، خصوصا لو عندك اصدقاء اجانب، انت كده هتساعد على الترويج والتنشيط للسياحة. بكده نكون وصلنا لنهاية فقرة خمسية اللي اتكلمنا فيها عن منطقة دهب ومدينة دهب ورمال دهب الساحرة. بتمنى كلكم تروحوا وتشوفوها وتزوروها وتستمتعوا بزيارة الأماكن اللي موجودة فيها. نطلع لفاصل دلوقتي ونرجع لكم نكمل باقي فقرات حلقتنا النهاردة، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم باقي فقرات حلقتنا النهاردة من برنامج صباح بلدي، ودلوقتي جه معاد الفقرة الفنية. في الفقرة الفنية هنتكلم على ظاهرة بقت منتشرة في أغلب البيوت المصرية في الفترة الأخيرة. طبعا احنا ما عند يعني كل البيوت عندنا ما فيش بيت بيخلو من الموبايل أو الآيباد أو اللابتوب، بس في ابلكيشنز غير الفيسبوك والانستجرام والتويتر او الابلكيشنز العاديه اللي احنا متعودين عليها، بقى في اونلاين ابلكيشنز ثانيه بتتيح لنا فرصه ان احنا نطلع عليها اونلاين، نعمل بث مباشر منها. ناس بقى بتستخدمها في انها بتقلد اغنيه وترقص عليها، ناس بتستخدمها في انها تعزف، كل واحد بيستخدمها بالطريقه اللي هو شايفها. لكن للاسف او اللي انا شايفاه او في ناس تانية هتبقى شايفه برضو وجهه النظر دي، ان معظم اللي بيطلع عليها مش بيقدم محتوى مفيد. معظم اللي بيطلع بس بيقلد اغنيه، بيرقص زي ما انا قلت كده، لكن ما فيش في النهايه حاجه هادفه او مضمون او رساله هادفه انا طلعت بيها. ولا ايه رايك يا ايه؟ معاكي حق. في الفتره الاخيره فعلا انتشرت الابلكيشنز دي زي ما قالت نهى، هي مش زي الواتساب ولا الفيسبوك ولا الانستجرام. لا، هي دايما بيبقى فيها تحديات، ممكن لرقصة معينة يقلدها ولاده ويقلدها بنات من كل جنسيات العالم بيتقابلوا على الابليكيشنز دي. في كمان نوع تاني بيبقى مدفوع الاجر، بيبقى المفروض ان انت تطلع لايف ساعة او ساعتين او ثلاثة في اليوم على حسب الشركة اللي انت تتعاقد معاها، وبيبقى ليك مبلغ شهري او مرتب شهري كل اخر الشهر لما تحقق تارجت معين. مش عايزة اقول لك طبعا البنات والشباب ممكن يستغلوا ده بشكل سيء جدا جدا، لا يتناسب مع اخلاقنا ولا مع عاداتنا علشان يوصلوا للتارجت ده. بتشوفي حاجات يا نهى ممكن حاجات تبقى كتير بتبقى غريبه جدا يا ايه، بتلاقي ناس طلعت تقلد حاجات ما بتتناسبش معانا اصلا ولا مع عاداتنا ولا قيمنا ولا مع تقاليدنا، وطالعين يعملوا ده لمجرد ان هو يحقق عدد فولورز معين ويحقق تارجت، وبالتالي بيحصل على نسبه ربح معينه منه زي ما انت قلتي بالظبط، برغم ان انت ممكن تستعمل ده بشكل تاني وتحقق برضه نفس التارجت. انا النهارده لما تيجي تقدم لي معلومة مفيدة أو نصيحة أنا ممكن أكون محتاجاها في حياتي، لما تنقي مشكلة ممكن تكون عندنا كلنا وتحاول تلاقي لها حل، لما يكون عندك حاجة أنت بتعرف تعملها وأنا ما بعرفش، لو هتعلمني عزف، لو هتعلمني حرفة يدوية، لو أنت صاحب حاجة صاحب فكرة وهتناقشني فيها أو هتعرضها عليا، أكيد ده هيفيدني وأكيد هسمعك أكتر،
صح ولا غلط؟ صح يا آية. وكده نبقى استعملناه بشكل سليم غير الشكل اللي انتوا ممكن تكونوا بتستعملوا بيها. انا معرفش ده عدم وعي عدم ثقافة. انا هو احنا ممكن احيانا بنجر الحاجة حاجة جديدة ظهرت فاحنا فرحانين بيها او حابين ان احنا نقلد بغض النظر عن ده يناسبنا ولا ما يناسبناش. زي ما انت قلتي احنا ممكن نستغله في ان احنا نعمل حاجة مفيدة تانية. ممكن اطلع اعلم الناس حاجة، ممكن مثلا اطلع ادي كورسات. في ناس كتير قوي ما بتبقاش قادرة مثلا انها تروح تاخد كورسات في الاماكن اللي بتاعت الكورسات او تدفع فلوسها، فبتستفيد من الكورسات الاونلاين. تخيلوا لو انا ان انا اطلع اعلم الناس اوديهم كورس اونلاين، مش ده هيبقى مفيد اكتر بالنسبة لهم؟ لو انا طلعت علمت الناس طريقة مثلا عمل حاجة معينة، مش ده هيبقى افيد ليهم؟ لو انا طلعت شرحت للناس زي ما ايه قالت كده مشكلة، او مثلا علاقات احيانا اللي هو العلاقات اللي بنسميها اللي هو العلاقات ما بين الازواج اللي هي الحاجات اللي بيتكلم فيها مثلا اللايف كوتش والكلام ده، لو انا طلعت اتكلمت عن مشاكل مثلا الازواج بيتعرضوا لها وقدمت لها حلول، او مشاكل احنا بنتعرض لها حتى في علاقاتنا الاجتماعيه وقدمنا لها حلول، اعتقد ده هيبقى من وجهه نظري افضل من او هيبقى احسن او هيقدم حاجه مفيده للناس او للمجتمع اللي موجود حوالينا، اكتر من ان احنا ندخل على الابليكيشن دي نقلد رقصة معينة او نغني اغنية معينة، او زي ما ايه قالت ان هو كمان الناس بتسيء استغلالها، فممكن تطلع بشكل غير لائق لمجرد بس انها تحقق عدد فولورز معينين ويحققوا ربح بغض النظر عن ان ده مناسب ولا مش مناسب. الابليكيشن دي كمان ليها نجوم وليها مشاهير وليها ناس مسيطرة عليها، يعني ليها نمبر 1 زي اي حاجة في الدنيا ليها نجومها. لو كل واحد فيكم فكر ان هو يبقى صاحب المبادرة دي، ان هو يبتدي يحاول يقدم حاجة مفيدة، يعني مثلا ممكن في مبادرات كتير قوي لتعليم حرف يدوية في البيت للستات اللي ما بتشتغلش، وكذلك للشباب اللي ما بيشتغلش. في ناس كتيرة جدا ممكن تكون بتحقق ارباح مادية من وراء الموضوع ده. لو اتحدتوا ان انتوا تقدموا فكرة مفيدة تفيدوا بيها غيركم وتسوقوا للناس دي، بما انكم منتشرين على مستوى العالم، يعني كل الجنسيات بتبقى موجودة على الابليكيشنز دي، ممكن تفيد نفسك وتفيد بلدك، وممكن تحل مشاكل كتيرة منها مشكلة البطالة، منها التعلم زي ما قالت نوها، ممكن ناخد كورسات اونلاين. فلو كل واحد فيكم او واحد بس فيكم فكر ان هو ياخد المبادرة ويبتدي انه يحول الموضوع ده لموضوع مفيد، هتستفادوا جدا. شباب كتيرة جدا نفسها في شقق، نفسها في عربيات، نفسها في مشاريع، نفسها يبقى عندها حاجة افضل. انتوا لو اتحدتوا ممكن تعملوها مجموعات، لو كل 100 مجموعة اشتركوا في حاجة واتحدوا في حاجة تقدروا كلكم تساعدوا بعض ان انتوا تركبوا عربيات ويبقى عندكم شقق، انتوا وغيركم، انتوا اللي قادرين ان انتوا تتربحوا من ورا الابليكيشنز دي، واللي مش قادرين كمان. يمكن كمان هي من الحاجات. اماني يا ابو النجا نتكلم معاها، معالج نفسي. اهلا بيكي يا دكتور اماني، اتفضلي. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، حضرتك منورانا. دكتور اماني، خلينا نقول كده في الاول، طبعا انا برحب بحضرتك، طبعا خلينا نقول في الاول كده ايه اسباب هوس الشباب وتحديدا المراهقين اللي هم بيبقوا في سن مثلا من 16 لسن 20 سنه بالابلكيشنز الاونلاين. طبعا انا مش عايزه اذكر اسامي بعينها الابلكيشن معينه، بس ممكن بنبقى مثلا في قاعده معينه ونلاقي مثلا الشاب يعني ساب القاعده اللي هو قاعد فيها وفجاه مره واحده فتح الابلكيشن واشتغل عليه وكان الناس دول مش حواليه. ليه الهوس ده؟ بس هي يعني احنا ممكن نقسم الموضوع دوت لصنفين من الابلكيشن من غير اسامي، صنف تفاعلي مع حد تاني، وصنف ونوع تاني من الابلكيشن هو بيتعامل هو الابلكيشن بس. تمام. التفاعلي ده معروف ان هو خلق بيئة افتراضية، الشاب بيكون فيها الشكل اللي هو عايزه، كسر الباترينا، يعني كسر الشكل، كسر كل سمات اللي هو مش واثق من نفسه فيها. لكن انا مفضله اكتر ان احنا نركز على اللي بيتفاعل هو والابلكيشن مع بعض، بيغني على الابلكيشن، بيرقص، بيعمل الحاجات دي. فده سببه ان ان الطبيعه البشريه اصلا بتدور على التميز، دي في الطبيعه البشريه بتدور على حاجه يبقى متميز فيها. فالشباب بتستسهل، يعني مستسهله ان هي تبقى عملت انتاج وشايفه نفسها حاجه باكوره اعمالها، يعني من غير ما تبقى عامله مجهود. طب ازاي ممكن ابقى متميز يا دكتور بشكل ايجابي؟ يعني انا عايزه الموضوع يتحول ان هو يبقى مفيد اكتر ما هو مضر، يعني في حاجه زي كده ممكن تفرق في يعني في الجيل كله، من ناحيه التعليم، من ناحيه الثقافه، من كذا اتجاه. يعني ازاي احول البني ادم ممكن يكون متميز وهو قاعد في مكانه؟
اكيد او يكون مؤثر وهو قاعد في مكان؟ اكيد لا، بس الابلكيشن دي ليها تاثير، ازاي اقدر اخليها مؤثره تاثير ايجابي؟ كل شيء في الدنيا ليه حدي السيف، تمام، ليه شكل ايجابي وليه شكل سلبي. صح. بس هل هو اصلا احنا استقبلناه بأي منظور؟ فعليا احنا مستقبلين الابلكيشن دي بنسبه كبيره عشان ما نبقاش داخلين في تعميم، بنسبه كبيره الا من رحم ربي بالشكل السلبي. عندك حق. فصعب قوي ان انا اجي دلوقتي اقول لا يا جماعه استخدموا الابلكيشن بشكل ايجابي، لا انا اسفه صعب. بس عايزين ممكن فكره مبدئيه ولو جزء صغير من الناس ممكن يطبقها. الفكره الحقيقيه ان انا بقول للشباب قسموا وقتكم، استخدموا الابلكيشن زي ما انتم عايزين بالشكل السلبي اللي انتم عايزينه، وادوا لنفسكم وقت ولو نص ساعه في اليوم، دوروا على حاجه انت منك فيك كده متميز فيها واعملها، مش بتاخد لحن جاهز عشان ترقص عليه، ولا اغنيه جاهزه عشان تقلدها، ولا ترند بينزل كده في الفيديوز والحاجات دي عشان تعمل زيه. مش هو انت مش ده الشباب، انتوا مش ده، انتوا عندكم مهارات كتير جدا، بس محتاجين بس انكم تسالوا انا ايه، انا مهارتي ايه. يعني يا دكتور انا ادور على التميز او الحاجه اللي انا متميز فيها، التميز مش ان انا اطلع ارقص على اغنيه او اقلد اغنيه، لا انا ممكن اكون متميز في حاجه تانية فادور على ده او ادور على نفسي فيها. طيب انا بشوف ناس كتير بتستغل مش بس الاونلاين ابلكيشن، ممكن بيستغلوا الفيسبوك والتويتر في ان هم مثلا يوفروا فرص شغل لنفسهم، زي بنلاقي في مشروعات اكل بتبقى معموله، بنلاقي في ناس بتروج لملابس مثلا، لمشغولات يدويه. ايه راي حضرتك؟ السوشيال ميديا اثبت نجاح غير عادي للناس اللي عايزه تبقى ناجحه، خلق بيئه حقيقيه للناس اللي عايزه تبقى ناجحه، وخلق بيئه حقيقيه للناس اللي عايزه تبقى فاشله. يعني بجد هو في مرونه رهيبه في السوشيال ميديا، اللي هو انا شخصيا واحده من الناس اتعرفت على الفيلد اللي انا فيه دلوقتي، واتعرفت على حاجات كتير جدا منه عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، اتعرفت على مشاكل كتير لمشاكل الناس، وخدت خبرات كتير عن طريقها عشان انا قررت ان انا اشوف الجنب ده منها. وفي ناس ضاعت على شبكات التواصل الاجتماعي، في ناس ضيعت حياتها على تفاهات الجانب الاخر. فيعني كل اللي بنادي دي ان احنا بلاش نعلق على السوشيال ميديا، بلاش نعلق على الابلكيشنز المأساة او المشكله اللي احنا عايشين فيها. المشكله اللي احنا عايشين فيها ان احنا مش عارفين نوصل احنا متميزين في ايه، او كتير مننا مش عارف يوصل هو متميز في ايه، او مش عايز يتعب عشان يوصل هو متميز في ايه. طيب لو كده قلنا ان دلوقتي في زي ما احنا كنا بنتكلم كده ان في شباب بتستخدم الاونلاين ابلكيشنز ده بشكل خاطئ، فانا عايزاكي كده توجهي نصيحه للاهل هنا، الام او الاب لو شعروا بخطوره الابلكيشنز دي وان ابنهم ابتدى يستخدمه او بنتهم ابتدت تستخدمه بشكل غلط هيأثر عليها بشكل سلبي، تعمل معاها ايه؟ الاحلال. اي شيء في الدنيا مش بس الابلكيشن، اي شيء في الدنيا انا بدرك ان اللي قدامي بيستخدمه بشكل سلبي، حله الاحلال. اي مقاومه ليه هيزود التمسك بيه. وكلمه سيبوه، طب سيبوه، طب ناخد ايه؟ ندور بقى كل حد، كل اسره عارفه كويس هي ايه ظروفها، تعمل احلال ازاي؟ يعني الاحلال، حاله من الاحلال، يعني انا ابني بيحب الابلكيشنز دي، اشوف له معهد تمثيل، اشوف له كورسات تمثيل، اشوف له كورسات اغاني، لو الابلكيشنز بتاعت التفاعل الفردي دي، لو عن طريق اللي هي الجيمز والحاجات دي، اشوف له كورسات اللي هي تشغيل الدماغ. واحلال مش معناه اني اشيل واحطه كله، احلال جزئي، اشيل جزء واحط جزء مكانه. تمام يا دكتورة، بنشكرك حضرتك جدا. أمانيا أبو النجا معالج نفسي، النصيحة اللي قدمتها لنا دكتورة أمانيا أبو النجا أو المهمة اللي لازم الأهل يعملوها هي فكرة الإحلال، بمعنى أن أنا أعمل إحلال بشكل تدريجي، لو لقيت ابني أو بنتي بقى عندهم هوس زائد بالأبليكيشنز دي، أنا أوجه طاقته، شوف هو بيحب يعمل إيه على الأبليكيشن دي، بيحب يمثل، يكون عنده موهبة أصلا بالضبط، اكتشفها فيه واحاول اخليه يستغل وقته فراغه، ممكن ادخله اي حاجه، ممكن اي هوايه ممكن يحب يمارسها بعيدا عن الكلام ده. فكره التربح كمان يا نهى، انا مش
ببقى ضدها يعني، عارفة الموضوع ممكن لو ما كانش فيه ده كان يستغل بشكل أفضل شوية، لكن فكرة الفولورز وإن أنا مشهور زي ما الدكتور قال، هي الدكتور قال ده مش هو ده مش الشهرة إن أنا أو التميز إن أنا أقف، ودي شهرة زائفة إن أنا أقف وأقلد أغنية أو أردد أغنية وأنا إيه الابتكار أو إيه الجديد اللي أنا قدمته. لازم ندور على المضمون أو الرسالة اللي إحنا بنقدمها عشان نحس بجد إن ده نجاح بالظبط، عشان تلاقي نفسك. دور فعلا على نفسك وبلاش العالم الافتراضي، بلاش تضيع وقتك في حاجات ملهاش اي لازمه خالص، مش هتفيدك ومش هترجع ليك بشكل ايجابي، بالعكس وقتك ده هو كنزك الحقيقي، على قد ما تقدر استغله. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، ونستناكم في حلقه جديده من صباح بلدي يوميا من الساعه 10 للساعه 12 على مصر البلد. الى اللقاء.